المنتخب الثالث معنا في المجموعة منتخب مالي مع المدرب محمد ماسا جوبا، عنده 60 سنة. ايه ابرز انجازات، زي ما احنا متعودين نمشي على النقاط اللي احنا بنتكلم فيها دايما، ايه ابرز انجازات منتخب انجولا؟ منتخب انجولا 11 مشاركة في كاس الامم، وعندهم على فكرة مشاركة في اولمبياد اثينا 2004. محمد ماسا جوبا لعب معاهم، عنده 61 سنة، لعب تحت قيادته 9 مباريات منتخب مالي، كسب 3 اتعادل 5 خسر 1. ده ياكد لك ايه؟ ان هو مدرب بيحافظ، عنده تأمين دفاعي المفروض ان هو كويس، بيحاول ان هو ما يخسرش، يعني مش مهم يكسب بس بيلعب على التعادل اكتر، يعني متعادل 5 اهم حاجه عنده ما يخسرش، خسر ماتش واحد بس، ما بيكسبش كتير لكن ما بيخسرش، ما بيخسرش كتير برضه. احرز لاعبه مالي 10 اهداف، دخلت شباكه اهداف 4، شباك نظيفه، كم هدف، كم مره؟ 6 من 9 مباريات. تخيل 6 من 9 مباريات، ياكد جمله ايه اللي احنا قلناها في الاول، قلنا ان منتخب مالي بيهمه اكتر ان هو يطلع متعادل او يطلع ما يدخلش في بيدافع بشكل مميز، ما يدخلش في شباكه اهداف اهم من ان هو يسجل. عشان كده هنبص لهم، خسروا ماتش واحد بس، شباك نظيفه 6 من كام؟ من 9. ده محمد ماسا جوبا مدرب منتخب مالي. نبص على التشكيله المتوقعه بتاعتهم، هم بيلعبوا بثلاثه ارتكاز زي ما قلنا، عندهم بيعملوا ستاره دفاعيه في وسط الملعب عشان يامنوا، وبيهمهم بشكل كويس الدفاع. الغريب في منتخب مالي هو استبعاد سليف كولوبالي مدافع منتخب مالي، دي حاجه بصراحه علامه استفهام. ليه؟ لان سليف كولوبالي كان بيلعب التصفيات وماشي بشكل كويس وسجل كمان معاهم 3 اهداف، فالغريب ان هو استبعده قبل الكاس الامم واختار مكانه كيكي كوياتي مدافع في الدوري الفرنسي رقم 13. طبعا الحارس ديارا بيلعب في استاد مالي، كوياتي اللي هو دخل مكان سليف كولوبالي بيلعب في دوري فرنسا في الدوري الفرنسي في الدرجه الثانيه. المدافع اللي رقم 15 فوفانا بيلعب في ميتس الفرنسي، اغلبهم طبعا باللغه الفرنسيه فمحترفين في الدوري الفرنسي. الباك اليمين ساكو بيلعب في الدوري البرتغالي، الباك الشمال تراوري بيلعب في استاد رين، الثلاثه الارتكاز ساماسيكو بيلعب في الدوري النمساوي، هايدرا بيلعب في لانس وده لعيب مميز قوي، اللعيب الاخطر كمان اللي هو دي جينيبو رقم 19، ده اللي بيحول طريقه لعب بمنتخب مالي من 4-3-3 ل 4-2-3-1. ازاي؟ ان هو بيدخل دي جينيبو ده يدخل كصانع العاب، وهايدرا ينزل كارتكاز تاني جنب ساماسيكو، فتتحول من 4-3-3 ل 4-2-3-1. طبعا الثلاثي الامامي حدث ولا حرج، ماريجا اللعيب الخطير قوي، مهاجم بورتو البرتغالي، وده قيمته التسويقيه لوحده 27 وهنجيب له فيديو وهنتكلم عنه. الجناح ديابي رقم 23، دومبيا رقم 7، وده ملك الاسيست، عنده 3 اسيست في منتخب مالي. ابرز اللاعبين زي ما قلنا ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي، رقم اللاعب 9، عنده 28 سنة، على فكرة في أخبار النهاردة الصبح طلعت إن ليفربول بيفكروا في ضمه. بيلعب في نادي إيه؟ بيلعب في نادي بورتو البرتغالي، جاب كام جون؟ جاب 11 هدف في كام مشاركة؟ في 29 مشاركة و7 أسيست، يعني الراجل ده مسجل 11 هدف هذا الموسم في الدوري البرتغالي، زي ما إحنا شايفين هو مهاجم قوي، مميز قوي بضربات الراس، الالتحامات الهوائيه، ده نموذج لكلمه مهاجم محطه، مهاجم تارجت، نموذج للكلمه دي. الراجل ده مهاجم يعني جسمه قوي جدا، طويل القامه، بدنيا قوي جدا، مميز قوي بتحركاته جوه المنطقه، بيخلص بيفكرنا بمانويل هيسكي، يعني مهاجم نفس المهاجم طبعا الانجليزي، يمكن هو مهاجم زي ما احنا شايفين اهو بيكسر مصيده التسلل وبيحط، مهاجم الفينش بتاعه عالي، وفي اخبار ان هو اقترابه من ليفربول هذا الصيف. ده المهاجم اخطر لعيب، وقيمته التسويقيه كام يا جماعه؟ اغلى لاعب في منتخب مالي 27 مليون يورو، القيمه التسويقيه للمنتخب كله على بعضه 95 مليون يورو. موسى ماريجا اللي احنا بنتكلم عنه ده جايب او قيمته التسويقيه لوحده 27 من 95 مليون يورو. متوسط اعمار منتخب مالي 25.3، اكتر لاعب مشاركه اللعيب اللي قدامنا على الشاشه هو موسى ماريجا، 18 مباراه، لعيب مميز قوي هو جوه الصندوق ومهاجم، وغالبا ممكن يكون زميل لمحمد صلاح في ليفربول الموسم القادم. احنا طبعا شفناه، يمكن ليفربول لعبت بورتو في دور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا، واحنا شفناه واتفرجنا عليه في اكتر من موسم، مهاجم كويس جدا ويعني مهاجم خطاف بيعرف يخلص، مهاجم عالي. ده يمكن ابرز نقطه قوه عند منتخب مالي، المهاجم موسى ماريجا. هما مميزين عندهم بالكرات العرضيه، منتخب مالي انت بتتكلم في اطوال، يعني احنا لما لعبناهم في كاس الامم الافريقيه اللي هي السنه اللي هي 2017 كنا ملاحظين فرق الاجسام ما بين لعيبه منتخب مصر ولعيبه منتخب مالي، اجسامهم قويه جدا، فدايما تلاقي ان هما مسجلين اهداف كتير جدا من الكرات العرضيه.
تخيل ان هم مسجلين كام هدف من كرات عرضيه؟ 6 اهداف من كرات عرضيه. نبص ازاي هم سجلوا الاهداف منتخب مالي، هنلاقي رقم 1 او نقاط القوه الكرات العرضيه، راس مال منتخب مالي الكرات العرضيه، راس مال منتخب مالي ايه؟ الكرات العرضيه. ليه؟ عشان الاطوال، عشان عندهم مهاجم زي موسى ماريجا مميز قوي هو بضربات الراس وبتحركات جوه منطقه الجزاء، مهاجم خطير، وعندهم اكتر من لعيب برضه، عندهم عبد الله ديابي ومهاجم او جناح سبورتنج لشبونه، وعندهم موسى ديمبيا بيلعب في استاد ريس، يمكن ده برضه اللعيبه الثانيه اللي احنا قلنا عليهم، دي جينيبو اللي قلت لحضراتكم عليه بيحول اللي هو في لعيب وسط، بيحول طريقه اللعب من ارتكاز ثاني لصانع العاب، يحولك طريقه اللعب من 4 3 3 ل 4 2 3 1. بيلعب فين؟ بيلعب في ستاندر ليج البلجيكي، عنده 20 سنه بس، جايب 7 اهداف في الدوري البلجيكي و3 اسيست. عبد الله ديابي عنده كام سنه؟ 28 سنه، بيلعب جناح في سبورتنج لشبونه البرتغالي، كام مشاركه؟ 29 مشاركه، مستر اسيست بتاع المنتخب او بتاع سبورتنج لشبونه، عنده 6 اسيست في الدوري البرتغالي واحرز هدفين. ده يمكن ابرز لاعبي منتخب مالي. لو بصينا على نقاط الضعف بقى، يمكن منتخب مالي احنا زي ما قلنا، احنا قلنا نقاط القوه ايه؟ عندهم مهاجم زي موسى ماريجا، عندهم أجنحة بشكل كويس. بص حتى كيف أحرز منتخب مالي العشر أهداف أهو، دي نقطة القوة، 6 أهداف من 10 من كرات عرضية، يعني 60% من أهداف منتخب مالي من كرات عرضية، هدف من ضربة ركنية، هدف من ضربة جزاء، هدف حل فردي من الجناح الأيسر، هدف تمرير طولي خلف الظهير. إذا ملخص نقطة قوة منتخب مالي هي الكرات العرضية. ليه؟ عشان طول القامة، عشان عندهم مهاجم زي موسى ماريجا. عندهم برضو في حاجه مهمه قوي اللي هو هداف المنتخب أداما تراوري. طب ازاي احنا ما قلناهوش في التشكيل وأداما تراوري هو الهداف؟ ليه؟ لان ده الورقه الرابحه على الدكه. أداما تراوري ده بينزل الشوط الثاني يجيب اهداف، المدرب بتاعهم بيلعب بالورقه بتاعه أداما تراوري، ينزله الشوط الثاني يسجل، تبص تلاقي هداف المنتخب. اذا نتابع في منتخب مالي واحد من ابرز، دايما احنا شفنا البديل السوبر زي ما شفنا محمد ناجي جده في 2010 مع منتخب مصر، أداما تراوري مع منتخب مالي هو البديل السوبر. مين الاكتر اسيست في منتخب مالي؟ دومبيا، ده لعيب مهاري قوي ولعيب حريف وعنده 3 اسيست. هو دومبيا لعيب مهاري من اللعيبه اللي برضه ممكن تمتعنا كوره، ده اللي قدامنا على الشاشه اللي هو موسى دومبيا اهو. بيلعب فين؟ بيلعب في استاد ريم، ده هدف مع استاد ريم الفرنسي زي ما احنا شايفين اللي هو رقم 25، في المنتخب بيلبس 24. ده الاكتر اسيست، مهاجم كويس قوي، وزي ما احنا شايفين هو جناح، يعني احنا قلنا الثلاثه اللي قدام موسى ماريجا وعبد الله ديابي، وده الثالث اللي هو موسى ديمبيا. موسى ديمبيا او دومبيا بيلعب في استاد ريم الفرنسي ولعيب مميز بالاسيست، اكتر لاعب عامل اسيست في منتخب مالي هو اللعيب ده اللي قدامنا على الشاشه دومبيا. هما يعني نلخص منتخب مالي برضو في نقاط القوه زي ما احنا قلنا الثلاثه الامامي وعرضناهم. نبص على نقاط الضعف بتاعتهم، ازاي هم استقبلوا الاهداف؟ هنبص لان منتخب مالي استقبل عندهم مشكله في التمركز في الكرات العرضيه، منتخب مالي رغم ان احنا قلنا ان هم مميزين في الكرات العرضيه على المستوى الهجومي في الضربات الركنيه والكرات العرضيه، نبص نلاقي ازاي هم استقبلوا الاهداف، هنلاقي هدفين من ضربه ركنيه، هدفين من ضربه ركنيه رغم طول القامه، وهدف من كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، اذا نقطه قوه منتخب مالي الكرات العرضيه، ونقطه ضعفهم الكرات العرضيه في نفس الوقت. على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي تحت قيادة المدرب محمد مجاسوبو. نبص لملخص منتخب مالي سريعا، نلخص الكلام، منتخب مالي بيدربه محمد مسا جوبا، بيلعبوا ب 4 3 3، قلنا ابرز نقاط القوة بتاعتهم، قلنا موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي، قلنا عنده 28 سنة، ده ابرز نقطة قوة، قلنا عندهم موسى دومبيا ده من ضمن الاكثر اسيست ولعيب بيلعب في استاد ريم الفرنسي، لعيب مميز قوي وعرضنا له فيديوهاته. رقم 3 قلنا أداما تراوري البديل السوبر، وقلنا استخدامه ممكن يكون زي محمد ناجي جده مع منتخب مصر في 2010، اتكلمنا قلنا ان هم الكرات العرضيه خطيرين فيها جدا، لكن على المستوى نقاط الضعف قلنا برضو ان رغم ان هم مميزين في الكرات العرضيه على المستوى الهجومي الا ان هم بيعيبهم في نفس الوقت الكرات العرضيه على المستوى الدفاعي. ده كده يمكن منتخب مالي. هندخل دلوقتي في المنتخب الرابع، وهو المنتخب طبعا اللي يهمنا بالتأكيد منتخب العربي، منتخب تونس.